قالت لي حط ورق العنب في الازازه وهيقعد معاكي من السنه للسنه. بصراحه انا في الاول كنت بقول ايه اللي هي بتقوله له ده، بس عايزه اقول لكم جربته وفعلا حرفيا بيفضل من السنه للسنه من غير ما يتكسر، وبيطلع معاكي اكنك لسه حطاه حرفيا. انا هوريكم، بصوا يا جماعه، بصوا والله العظيم لا متكسر ولا بيجرى له اي حاجه خالص، بيقعد معاكي من السنه للسنه. شايفين يا جماعه الجمال؟ وهنعمل كده شويه خلطه محشي بقى في منتهى الجمال والحلاوه، حاجه كده برعايه ست الكل، ست الحبايب، يعني تسلم ايديكي مقدما. اول حاجه كده اهوت، شفتوا الجمال؟ بصوا الحلاوه، اللهم صل على سيدنا محمد، مع صينيه فراخ مشويه كده في منتهى الجمال والحلاوه، ولا الملوخيه، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، قلبي لا يتحمل. الاكله دي بتنزل كده ايه على القلب مش في المعده خالص. قبل ما نبدا يا جماعه، لايك وكومنت وشير واتمنوا لنا الخير. اول حاجه هبدا ايه بخلطه المحشي، ده كل الحاجات اللي انا عاملاها النهارده بصراحه الست الحبايب هي اللي قايله لي عليها، تمام؟ بصلتين كبار كده اهوت، وشويه زيت، وحته سمنه بلدي كده عشان ايه المحشي بتاعك يبقى ليه شمخه كده زي ما هي ما بتقول. خلاص كده، انا بص بقى انا مش عايزه احمرها خالص، يا دوبك كده تصفر، وهبدا انزل بالشفشق الطماطم بتاعي ومكعب المرقه وشويه ملح وشويه فلفل اسود فقط لا غير، تمام كده؟ طبعا عايزاه سبايسي حطي شطه، مفيش مشكله خالص، تمام كده؟ هدي التقلبتين كده اهوت، وهسيبها بقى لغايه لما تتسبك معايا خالص. عبال ما تتسبك انا معايا كده، اللهم صل على سيدنا محمد، معايا خمس وراك، تمام كده؟ زي ما انتم شايفين، بس دول اربعه والواحد كان عندي في التلاجة يعني متبل كده، فانا هحطه ايه في الاواخر كده. زي ما انتم شايفين غسلته كويس جدا جدا، وهبدا ان انا اقطعه لقطعتين كده اهوت. عايزه اقول لك ان تتبيله الفراخ دي فظيعه بجد، حرفيا هتاكلي كده وهتدعي لي، انا عارفه ومتاكده، سهله وبسيطه جدا، بس الطعم والريحه والشكل في حته تانية خالص. خلصت الفراخ، هبدا بقى ايه، بصوا ده الورك اللي انا بقول لكم عليه اللي كان عندي في التلاجة متحيق، تمام كده؟ هبدا بقى ايه اجيب الحاجات، بسيطة جدا جدا، طماطمايه وبصلاية كبيرة كده، وتلات اربع فصوص من التوم، وليمونة ماشي، ومعلقة خل، وهضرب كل ده كويس جدا في الخلاط. بعد ما اضربه في الخلاط كويس جدا، هاجي بقى اوريكم التوابل اللي هي عبارة عن ملح وفلفل اسود فقط لا غير. شايفين الجمال؟ مفيش اجمل ولا احلى من كده. حطيت كل حاجتي في الخلاط، وعصرت كده الليمون ومعلقة الخل، وبعد كده ضفت كل الحاجات دي بعد ما ضربتها كويس جدا على الفراخ كده اهوت، تمام؟ هحط بقى ايه ملح، وهحط فلفل اسود شويه محترمين كده اهوت، عشان الفراخ دي بتعتمد على الفلفل الاسود بس، دي طريقه ست الحبايب، تمام؟ وكام عود كده من ورق اللوري عشان تخليها لك كده ريحتها ايه، بصوا مش قادره اقول لكم، جايبه اخر الشارع. هدعك بقى الفراخ كويس جدا بالتوابل والخلطه اللي انا عاملاها كده اهوت. خلاص كده، وهجيب بقى الصينيه اللي انا هشتغل فيها، واقوم ضايفاها كده اهوت على طول، مفيش اجمل ولا احلى من كده، واقوم حطها كده اهوت على طول في الفرن، تمام؟ هي ما شاء الله، عايزه اقول لكم ما خدتش وقت خالص، انا مولعه الشوايه ومولعه الفرن الاثنين مع بعض، وما شاء الله عبال ما المحشي خلص معايا كانت هي كمان بقت عظمه على عظمه، يعني الاكل خالص كله مع بعض. خلاص كده، انا اهوت زي ما انتم شايفين دخلتها الفرن، بوريكم ان انا فاتحه الشوايه وفاتحه الفرن. خلاص كده، واسيبها تاخد وتدي بشكل ودي. ما حطيتليش اللايك؟ انا عارفه ان انت ما حطيتيش اللايك، طب حطي اللايك ماشي. انا خلاص كده غسلت الرز، وجبت بقى شبت وكزبره وبقدونس، غسلتهم كويس جدا جدا، وقطعتهم على قد ما اقدر كده حتت صغيره. الصلصه بتاعتي اتسبكت، شايفين يا جماعه الجمال؟ يا لهوي على اللون ولا الريحه كده، يا خراشي يا خراشي. هقلب بقى كل ده زي ما هو، زي ما انتم شايفين كده اهوت، بس طبعا انتم شايفين ان هو كان نار، فما ينفعش احط ايدي خالص دلوقتي ماشي. معلقتين كده، جبت معلقتين وقعدت اقلب زي ما انتم شايفين كويس جدا كده. وطبعا دوق الحياء بقى، هنا محتاج ملح، محتاج فلفل اسود ولا حاجه، محتاج شويه كمون ولا حاجه حطي، بس انا صراحه ما حطيتش غير الملح والفلفل ومكعب المرق فقط لا غير. هي امي بس ما يعني اكلها كله عباره عن ملح وفلفل بس، ما بتحطش اي حاجه تانيه، صينيه الفراخ اي حاجه هي كده. فانا عامله النهارده خلطه المحشي بصراحه، بما ان هي جت تتعشى معايا كده هي وابويا طبعا، فانا قلت خلاص انا هعملها بطريقتها. وطبعا ده الكرنب اللي انا مفرزاه معاكي، وشايفين يا جماعه الجمال بيطلع كده وقت الزنقات، عايزه اقول لكم ما شاء الله، انا قلت كان فيكون على طول عملته، مفيش يعني ما خدش معايا تقريبا الاكل كله، هو ساعه بس حرفيا يعني. زي ما انتم شايفين كده اهوت، بدات بقى ان انا ايه اظبط الحله بتاعتي، حاطط فيها طبعا الورقه الخضراء كده عشان ما بحبوش يبقى واخد لون كده من تحت ولا حاجه، تمام؟ وهبدا كده اسمي الله واصلى على رسولنا الكريم، ونبدا نحشي بقى. وطبعا ست الحبايب كانت قاعده، اسيبها يعني؟ لا طبعا، مش هتاكل من الاكل، لازم تشتغل معايا. ايه ده، الله، زي ما انتم شايفين كده اهوت، قعدت انا وهي بقى حشينا المحشي ما شاء الله، الله اكبر كده، ما خدناش فيه وقت خالص، ما شاء الله كل حاجه متظبطه. خلاص كده، تعالوا بقى كده نبدا نرص الحله. زي ما انتم شايفين انا كده ايه مظبطاه كويس جدا، بصوا حتى الجناب كده داير ما يدور، انا ما بحبوش ياخد لون خالص من تحت حرفيا يعني بصراحه، المحشي بالذات الكرنب.
فاهمين قصدي؟ خلاص كده بقى اخلصه. ايه حكايه الازازه بقى؟ عايزه اقول لك ان الازازه دي طلعت اختراع رهيب. عايزه اقول لك ان ست الحبايب فعلا لما بتقول حاجه وبمشي وراها يعني بجد بكسب جدا جدا. انا بجيب ورق العنب بتاعي من السوق من غير غسيل ومن غير اي حاجه، طبعا الازازه دي ازازه بيبسي، فبغسلها كويس جدا جدا واسيبها تتصفى خالص، وبعد كده ابرم الورق العنب واقوم مدخلاه كده من بق الازازه ماشي، واكبس على قد ما اقدر، وبعد كده اقوم قافلاها بالغطا كويس جدا وحطها في الفريزر بتاعي. تمام، اطلعها زي ما انتوا شايفين كده على الاكل على طول. عايزه اقول لكم ان انا طلعتها ما شاء الله اللهم بارك، دول كانوا نص كيلو، فانا ايه يعني لا خدت نصهم بس صراحه يعني، والنص التاني قفلت كويس جدا بكيس كده وقمت حطاه في الفريزر تاني. تمام، لان انا عندي التلاجه اللي هي بالفريزر الواحد، فاهمين قصدي؟ لما بحطه كده وبقعد اشيله وبحطه حرفيا بيتدغدغ مني، فباجي احشيه بعد كده ما بلاقيش فيه اصلا ورق عنب خالص. فالحركه دي بجد تستاهل 100,000 لايك وكومنت حلو كده زيكم، زي ما انتوا شايفين اللهم بارك. شايفين يا جماعه العظمه؟ شايفين يا جماعه بجد الحلاوه؟ انا طبعا كنت حاطه كل اتنين كده ايه مع بعض، بحيث ان انا وانا ببرم كده ادخلهم كده على طول. زي ما انتوا شايفين ست الحبايب كده قاعده بقى بتحشي كده، اللهم صل على كامل النور، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا انا ما كانش فيه عروق احطها، فحطيت شويه كده ايه من المحشي بتاعي اللي هو ورق الكرنبت. خلاص كده كان عندي شوربه بقى، قمت جايه كده اهوت ايه مزوده المحشي بتاعي لغايه الاخر كده بالظبط، وطبعا عشان ما يفكش معاكي حطي ورقه كده من فوق، وقرن فلفل حامي كده عشان ريحته كده بصوا تجيب لكم اخر الشارع. وزودت برده الورق العنب كده، واتبقى بصراحه الكام ورقه دول قمت حطاهم كده اهوت من على الوش. خلاص كده احطهم بقى كده على النار واسيبهم. تعالوا نشوف الفراخ بقى، شايفين يا جماعه الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ شايفين هي قد ايه منزله صوص؟ الصوص ده طبعا انا هاجي كده في الوقت ده واقوم واخده منه كده شويه صغيرين ماشي، عشان طبعا الملوخيه عايزه شوربه الفراخ دي صراحه. زي ما انتم شايفين خدت شويه، وبعد كده كان عندي شويه شوربه قمت حطاهم مكعب من المرقه، وبصوا حاجه كده عظمه العظمه ما شاء الله. انا عايزه الملوخيه بتاعتي يا دوبك تقلب قلبه واحده بس عشان ما تسقطش مني. خلاص كده وتفضل خضره كده بطراوتها كده زي ما انتم شايفين خدت غلوه. قمت مقطعه كده كام فص توم بحته سمنه، واول ما يبداوا ان هم يتحمروا طبعا معايا هقوم طشه الملوخيه بتاعتي. وكلي بقى وادعي لي، يعني اهم حاجه بصراحه لما بتحطي في مكعب المرقه في الملوخيه بترفع لك طعمها في حته تانية خالص، واللي هياكلها عندك مش هيصدق ان انت مش عاملاها مثلا في مطعم ولا حاجه. اللهم بارك. كده انا خلصت، والفراخ كده كمان خلصت، والمحشي بتاعي اللهم صل على سيدنا محمد كده حاجه تحفه. جبت بقى الصينيه بتاعتي الكبيره كده اهوت، ونبدا بقى نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم كده، عشان ايه كل حاجه تبقى طعمها حلو. طول ما انت كده ماسكه الذكر في بقك بجد كل حاجه بتبقى حلوه جدا جدا. شايفين يا جماعه ورق العنب؟ شايفين الحلاوه اصلا؟ شايفين اللون حلو جدا؟ اللهم بارك. كده ونصب بقى الملوخيه كده، واجيب الفراخ ارصها كده اهوت على الصينيه من فوق. وكده الاكله بتاعتنا السهله السريعه، انا هقول عليها سهله وسريعه لان حرفيا لما بيكون عندك الحاجه بتسهل عليكي جدا ليكي جدا جدا. عايزه اقول لك الكرنبايه اللي انا كنت فرزاه ريحت عليا كتير جدا، الورق العنب الصلصه ما خدتش وقت خالص، والفراخ جيت حطيتها على طول، فما شاء الله كده الاكل بجد ما خدش ساعه، ساعه بالظبط يا جماعه، وكنت عامله الصينيه العظمه اللي قدامكم دي. طبعا كل الشكر طبعا والتقدير والاحترام والحب كله لامي طبعا، ست الحبايب يا حبيبه انتي. لايك وشير وكومنت حلو زيكم، ربنا يسعد قلبكم كده لان كومنتاتكم بترفع